كل واحد يحكي لي على التجربة هذه وشنو خليت في قلبه وشنو يتمنى وشنو يحب عم جاي والأثر. كل واحد يحكي لمدة دقيقتين على الأقل باش نخلطه قد قد مع السبعة. يلا نبدأ البداية مع نورس. الحقيقة كانت انا جديده فيكم في الكيب، كانت لي من الاول صعيبه الحقيقه باش ولفت بيكم وباش ولفت بريت من الخدمه. يعظ وليد يعظ وليد يعظ شنو ولفت بينا؟ كنت مع ناس اخرين كنت مع ناس اخرين وطبيعه خدمه مختلفه، وليت في برنامج يومي اخبار كذا كذا كذا. واه تعلمت برشا فازيت برشا حكايات فازيت تتكربس مثلا فازيت كلمه نوفي تجا كلمه فازة وفازيت. كل شخص فيكم الحقيقه عنده هكا الروح والطابع نتاعو اللي يميزوا في البرنامج، ونحنا بطبيعتنا هكا فريق نكملوا بعضنا. خلي موسيقى حزينه سيد المخرج، كي يغيب حد فينا يصير خلل في التوازن. بالنسبه لي صحيح كنت معناتها ضايعة شوية من الأول، من بعد شديت الريتم تعلمت برشا حاجات، تعلمت برشا من معناها من حكاية تصير مع نوفل كسوسوا نتفهموا في حاجات ما نتفهموش، من كل غلطة نتعلم، وهذيك مازلت ديجا نتعلم وباش نبقى نتعلم ونقولها ديما الكلمة هذية. سعيدة جدا وفخورة أني خدمت مع ليكيب هذية، أني خدمت مع نوفل، خدمت مع بليل، مع سيما تران، وليد، سوفيان سعدي تحية ليه وإن شاء الله يرجع لنا بخير يا ربي ويرجع يقلدني كما العادة. شنو باش نزيد نقول؟ ما نحبش ندخل في نولي نبكي ونتأثر وكل دونك يزي. صحة نورز أنت ربي فضلك بارك الله عليك، تأقلمت مع المجموعة وخدمت مليح. نحب نشكرك شكر كبير، يعطيك صحة، أنت عنصر هام جدا في الحصة اليوم. يلا مطران نغفل قد نغفل الوليد. والله أنا الحاجات اللي صارت لي في الفترة الوجيزة هذه كانت عبارة على حلم بصراحة، ما كانش في بالي معناها. كنت نطمح أنه نكون في العالم التلفزي والمرئي والإذاعي، لكن ما كانش في بالي. فجأة تحقق الحلم فضل الله سبحانه وتعالى وفضل نوفل الورتاني اللي فسح لي المجال باش نعبر عن رأيي بكل صراحة، وأنا نقصني هذا يعني نعبر عن حتى بستيلو نعبر تو مش ما نعبرش، أما ساعات في حاجة أنه يشوفوا انفعالاتك. واكتشفت والله مجموعة جميلة جدا، رائعة جدا، صبوحة فيها برشا جوانب مضيئة في الحياة. الناس اللي تشوف فيهم هذوما هوني أنا عشرتهم طيبين، يحبوا الناس، يحبوا يقدموا المعلومة، يحبوا يفلكوا، يحبوا يضحكوا، والشيء هذايا أوجد خليط عجيب جميل حبوا المستمع. أنا مثلا ساعات نخبط باش نقضي قضية ولا شنو، ديما يسألوني على نوفل، على بلال، بلال نرفزك، سفيان، وليد، سعدي، نورز. هذا شيء جميل جدا، وشيء اللي قاعد صاير والله قاعد نتعلم في برشا حاجات، نشطوا لي الذاكره برشا معلومات تو كي تقولوهم لي مع الاحتمالات نتذكرهم، انا نسيهم خاطر كبرت. لكن الحاجه الجميله انه الانسجام هذايا هو اللي خلاكم متواصلين لمده 3 سنوات و4 سنوات، معناها صحيح تقع مشاكسات مناكفات تلاسونات، لكن القلب ابيض، وهذا سر من اسرار النجاح. انا نحب نشكركم جميعا بارك الله فيكم، فردا فردا، اسما اسما، ورسما رسما. ونحب نقول لبلال، بلال انت خرجت فيه الجرينتا، فما حاجه نقولها لك لاول مره، وقت تنرفزني ساعات نحبك تنرفزني باش نعمل كل هجوم المطلق، ما تبالغ ليش معناها، مش معناها انه ما نخرج. شكرا طلعني شكرا شكرا كلمه نسيتها. نحب نشكر رحمه زيده، رحمه كانت هي معناها السبيل الاول انها اني انا دخلت لهنا، وكانت لي تجربه اولى في الراديو. نشكرك انت نوفل، نشكر اداره ديوان على الثقه هذه، ونشكر الاولاد الكل اللي وقفوا معايا وعاونوني. شكرا هكا نسيتها مكثروا عليك. ما الفرق بين المشاكسات والمناكفات والتلاسونات وليد؟ مشاكسات انه واحد يشاكس من غير حتى سبب، نجم سيما ترى نتكلم انه تشاكس فيه. المناكفات هو تدخل في منطقه المناكفات كلام كبير. والتلاسونات تلاسونات عاد صحيح. يلا كلمه الختام وليد، شكرا ليك وليد، انا تشرفت اني عملت معاك،
وتعرف سنين لما قابلتك وقنعتك وقعدت لما قابلتك وقنعتك وقعدت معنا الحمد لله وسنين تميزت بالانضباط غريب عليك الانضباط سنين ولكن تميزت به الحمد لله بدينا شكرا ليك وليد بارك الله فيك نوف بارك الله فيكم الكل شكرا على الاستضافة استضافة عام كامل وين يا نوفل حبيت نقول لك بارك الله فيك بارك الله فيك الناس الكل بارك الله فيك الناس الكل يعطيك الصحة نشكر الكيب كامل عام كامل والله العظيم معناتها برشا خدمة برشا انضباط وبرشا معناها خاصة سي مطران جا معنا جديد تعلمنا منه برشا حاجات قدم منك في الميديا لا لا معنا في الفريق في الفريق معناها فرح برشا فرحت برشا سي مطران والله العظيم معناتها عطى برشا حاجات في الحصة نورس كيف كيف عامل عامها الاول معناتها تبارك الله معناتها معناتها فكت بلاصتها خاصه فكت بلاصتها فهمت اي نعم كمل يا وليد يمشي سفيان كيف كيف فهمتني فكت بلاصتي لا سفيان زاد زاد اكد بلاصتو فهمتني بالله يعطي صحة معناتها سفيان كيف كيف سعدي نجولو تحيه ان شاء الله ربي يشفيه العام الجاي يرجع معنا تجربه اخرى عام اخر معناتها بالحق انسان تحسني تطورت شويه بدي ما تبيه وادي يعطيك صحة شكرا لك يلا بلال مساوي شكرا لك وتشرفتني خدمت معك وكنت متميز كالعادة يلا شكرا كان موسم متميز رغم بعض النقائص ورغم بعض يعني العناصر اللي كانت يعني تمثل الحلقة الأضعف في البرنامج ولكن سيتم تلافي ذلك موقع إن شاء الله في المستقبل شو مدخلك تبك شو يقصد في صوفيا والله ماني عارف ليش بيك مبيوع يلا هاي دونك كان عام باهي إن شاء الله أخونا السعدي للأسف مع نهاية العام صارت بالحادث بتاع السعدي إن شاء الله يرجع معنا السعدي العام الجاي يكون في بداية الموسم يرجع السعدي ونرجع للجو الضحك مع السعدي والاستفزاز نشكركم الناس الكل إيميسيون الواحد يجي يخدم كين وجي معناها لداره يجي بقلب فرحان يجي متفرهد نشكر زاد إدارة ديوان اللي توا العام الثالث حقيقة لنهار جينا حد ولا قلنا ما تقولش هذه ولا قول هذه ولا عمل هكا ولا ما تعملش هكا وحدنا خوف عدنا صوت صور وحدنا خوف ما عنا الشجاع أنا بدي هذا خوف كان وليد وليدي تزها في الخايب بجهل دونك مطران الحقيقة أنا فرحان برشا مطران اللي أنتي سنة تسرحت وقلت لك من قبل ما تلزم مرفيت قلت لك مطران رو البرسوناج ذيك طبيعتك هي اللي باش تخليك تلقى راحتك الحمد لله لقيت راحتك معنا وإحنا لقينا راحتنا معاك نور زاد يعطيك الصحة اكتشاف الحقيقة عايش خويا ما كنتش تفرج فيك في الحقائق الاربعه ما كنتش تفرج اصلا في الحقائق الاربعه دونك كي جيت معانا واللي عرفت اللي انت كلايف ما كنتش تفرج فيك وبشي تلافه تقعد نهارين تبكي عليه لا لا نعرف قبل نورز نعرف قبل يعطيك الصحه وكما قلت نو فما عنصر بالحق لازم تم مراجعه تواجده في الحصه واضح واضح سفيان الدايش شكرا لك سفيان نورتنا انت من الناس المنضبطين والمهمين والمحبوبين في تونس انك تخدم معايا تو في سنين الاخرى هذا يشرفني يخدم معنا هو كرشو لحظه هذا هذا يشرفني وحاجه هي لبرشا نحب نشكرك عليها كحل لي كلمه في الكلمه كحل تاع السيزون كرشي السيزون هذا ما غير كحل ما عرفش علاش الحمد لله ما غير اونتر الموجود حس هذه لازم برشا مناعسي هذه النصائح باش نقولها نورز وسي مطران انا حاول صح ولا صح صحيح ولا صحيح حس هذه لازم تاكل بالقدا ترقد بالباهي معناتها تنقص من النرفيز والغش لانه معناتها من طبيعة الحظ ما عنده خاطر ما عندك ونهرب منه فهمني خاصة انت في جنبك بلال معناها متأكد انه السكر في صعود تام شوف سي سعدي معناها على ازمة بينه وبين وليد معناتها فهمتي شوف ان شاء الله ربي يفرج عليه ويرجع لنا ان شاء الله وياخذ بثاره وياخذ بثاره من وليد من وليد الزين ولا ايش باش نقول لكم انا ده تو الواحد ينحيش خشمه من وجهه سي مثلا هذا شيء هذه هي العيله شو صحيح هذه العيله ما لناش منورنا وان شاء الله نتقابلوا كلنا في الجوز نحب نقول اليوم شكرا لجعفر القاسمي على الحمله والوقفه اللي وقفها مع سعد الزيدين وشكرا للناس اللي تبرعت وشكرا شكرا ديوان فهم يعطيكم الصحه بالله وائل بوجو قال لي نحب نشكرك على الموسم الاذاعي المتميز الناس نشكرك اللي تقرا لي ميساجاتي في لونتين ما عندكش فكره قداش نفرح ونحس روحي في
تونس معاكم. ربي خلي لك الناس اللي دايرين بيك، المجموعه اللي معاك هيله برشا في الاذاعه وفي التلفزه، خليهم لنا برشا ردود فعل طيبه من الناس. شكرا لكم الكل، نورتوني وشرفتوني ان شاء الله. شكرا للمستمعين الاوفياء على الانترنت، تتابعوا فينا تشجعوا فينا، شكرا لكم. نتقابلوا ان شاء الله معاكم الموسم الجاي باش نرتاحوا في جويليا واوت. نور زيادتك الصحه على العمل الصحفي الكبير. رحمه بلدي نحب نشكرها على الروح نتاعها وديما واقفه معانا وديما تحضر لنا. محمد زعبار مخرج المتميز، شكرا ليك. ايمان الشابي فاروق وفاروق الايمان الشابي يعطيك الصحه على الاخراج الرقمي، وشكرا ليك. شكرا ليك. ايجا في بلاستي نفكر حسام يحيى يخدم معانا. ما نحبش نشكر ما كملش زمانه ما نشكرهوش بالله. تو انا نقول وانت تذكرتي عندي ورقه مكتوبه انا ورس وخيتي بليش قبل ما تكمل بليش قبل ربي قبل ما تكمل نهار الثين ان شاء الله. نشكر من الشاب يعطيه صحة وزعبار يعطيه الصحة. شكرا لك. جست باش نذكر قبل ما تكمل كيب تكنيك صفاقس كاملة، زاد نحب نشكرهم على العمل الكبير اللي خدموه معنا، المونتاجات وكذا كل ما نستحقوهم معناتها يكونوا في المستوى كامل. فريق ديوان بصراحة نحس روحنا كما قلت انت بلال عائلة واحدة. طيب حبيت نقول جست العباد اللي برشا بعثوا لي مش توحشوكم وكذا، تلقاونا نهار الاثنين ان شاء الله على تيك توك مطرة دلو المرتو مطران دلو المرتو كل يوم التسعة بتاع الليل. يلا التسعة بتاع الليل شكون عنا بعد شوية؟ عنا سماح مفتاح على مسؤوليتك بعد سماح 60 دقيقة هوديل ورغمي نايت كلوب محمد القرحني. شكرا لكم باش نتوحشوكم. شكرا تحية لسعدي زيداني، ان شاء الله يرجع معنا في سبتمبر وقت اللي نرجعوا لهنا. شكرا، صيف ممتاز باش تكون ممتع البرمجة على ديوان فهم. نحبكم برشا، في الأمان.